Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Sahabat pecinta Al-Quran, pendukung channel Tahsinul Quran dan doa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali bertemu dengan saya Muhammad Wali Al-Khalidi pada waktu yang berbahagia ini. InsyaAllah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan untuk membaca bacaan yang kemarin kita bacakan, yaitu sekarang surah Al-Qasas ayat ke-22, tepatnya di halaman 388, yaitu di juz ke-20. Nanti kita simak dari awal dengan baik sambil kita fokus mengikuti bacaan yang saya bacakan. Baik, seperti biasanya bagi jamaah baru yang belum mempunyai buku tahsin yang lengkap, yang seperti ini, yang tujuannya dengan adanya buku tahsin yang lengkap ini akan memudahkan kita semua untuk membaca Al-Quran dengan sempurna, untuk membaca Al-Quran dengan bagus ya. Nanti yang ingin memiliki PDF ataupun e-book buku tahsin yang lengkap ini bisa WA langsung ke nomor kami ke 0852 7544 6954, 0852 7544 6954. Nanti PDF ataupun e-book yang seperti ini untuk mudah kita membaca Al-Quran akan kita kirimkan ke WA masing-masing. Taib, sekarang mari sama-sama kita simak surah Al-Qasas ayat ke-22. Kita awali dari ta'awudz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني فقال رب إني
ni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين sini kita ambil di mana? Harus dari sini ya. أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن
جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شاطئ الواد نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون
wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana huwa afsahu minni lisana fa arsilhu ma'i yarid an yusad diqni inni akhafu an yukadzibun qala sanashud du'adunak bi akhika wa naj'alu lakuma sultana wa naj'alu lakuma sultana fala yasiluna ilaykuma bi ayatina أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاء قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إن إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض
الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما
لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. Terima kasih banyak kepada. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاء من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
وَلَقَدْ وَصَّلْنَا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ من ربنا إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات ثمرات
kulli syai'ir rizqan min ladunna walakinna aktharahum la ya'lamun. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا الظَّالِمُونَ وَمَا فمتاع الحياة الدنيا وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم ما هو يوم القيامة من المحضرين ويوم ينادي فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين
أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. Ada dua lembar lagi. Mana tadi? Nah, kita lanjut tetap. Dua lembar lagi kita selesaikan. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamah إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تستطيعون
تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق قال لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله كما
ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Qala innama utituhu ala ilmin indi أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ دنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى قاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله ويكأن الله يبسط الرزق قال من يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض و
wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. Nah, alhamdulillah ini sudah selesai kita baca surah Al-Qasas. Insyaallah besok akan kita lanjutkan ke surah Al-Ankabut.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi.